ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أو في قناة الحقيقة الفضائية، كنرحب بكم أينما كنتم. يعني في إطار يعني دوامة القولون العصبي اللي كيصيب مجموعة من الشباب، اليوم معنا الشاب زهير الحجاجي اللي كان كيعاني من القولون العصبي والأعراض ديالو المتعددة، لا سواء الجسدية ولا النفسية، يعني تغير في المزاج، اضطرابات نفسية متكررة، قلق وسواس اللي كيؤدي إلى يعني اضطراب في النوم، وكيأثر بالتالي على الحياة اليومية سواء المهنية ولا أيضا يعني العائلية الأسرية. فالحمد لله كل هذه المعاناة مر بها، ولكن بعد ما توجه مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية، وبعد استعمال الجرعات يعني بمنتجات طبيعية عبارة عن عسل أعشاب زيوت طبيعية، وأيضا الرقية الشرعية كلام الله عز وجل من الكتاب والسنة، الحمد لله الحالة ديالو تحسنات، واليوم هو معنا باش يشارك معاكم مشاهدينا الحالة ديالو المرضية منذ البدايات ديالها إلى العلاج، فضل الله عز وجل وفضل منتجاتنا مركز دكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية، فتابعوا معنا. السلام عليكم، أول حاجة نقدم لكم نفسي، اسمي زهير الحجاجي، مدينة وجدة، حاليا في كازا. كيفاش وقع لي هذا المرض هذا؟ اختي في 2016 حسيت براسي ماشي هو هذاك. جا في رمضان، مشينا راك عارف 27 في رمضان، كنا في البحر، وفاش جيت فطرت كي العادة، تما حسيت براسي ماشي هو هذاك. من تم مشيت فاش فات رمضان، مشيت للاطباء، مشيت للطبيب تما بوجدة، قريب ليا بزاف ديال الادويه، المهم شنو نقول لك بزاف، ما هو طبيب ما هو جوج تما بوجدة. من بعد جيت هنا لكازا عاوتاني نفس المشكل، مشيت عند الاطباء، كل واحد كيقول لك، واحد كيقول لك مصران، واحد كيقول لك الاعصاب، واحد كيقول لك درت الرقيه الشرعيه تاعي عاوتاني. المهم مشيت حتى الرشيديه الكويت على هذا القولون العصبي، كيقول لك بوم زوين، مشيت حتى القولون العصبي، مشيت حتى للرشيديه باش نشكوي عليه، والو ما جابش الله الشفاء. صار واحد النهار بحال ما كايا باليوتيوب كنقلب على هاد الادويه ديال القولون العصبي ديال الاعصاب، وانا نلقى واحد السيد من فاس كيحكي على المشكل ديال الاعراض ديال القولون العصبي. ثم قلت انا يا علاش متى انا ما نمشيش عند الدكتور الهاشمي في المركز، ما كنتش عارف زعما، ما عنديش العنوان ولا نمره التليفون ولا شي حاجه. خديتها من اليوتيوب، شديت الطاكسي، جيت للمعارف، نيت استقبلوني تما مزيان، خديت الجرعه الاولى، جاب لي الله. المهم حسيت براسي ارتحت. وما بالنسبه للاطباء اش غادي نقول لك، راه بزاف، شحال خسرنا ديال الفلوس، راه والو ما كاينش العلاج، راه كتعيات تخسر الفلوس، ما غتلقاش بحال هاد الاعشاب هادو. الاعشاب هادو بزاف كتستافد منهم بالجسم، وارتحت بالنسبه لي الاعشاب هادو، لان دوزت الدواء بزاف ما لقيتش العلاج. الحمد لله خديت جرعه وحده مده تقريبا دابا شي شهرين بخير، ما كنتش كنخدم كاع، ما كنتش كنقدر نخدم، دابا خدام الحمد لله، غادي مزيان. وهاد القولون العصبي اكتشفوا واحد صاحبي اكثر ما اكتشفوا لي الطبيب، كان عندي واحد صاحبي تما كيجي عندنا، حتى هو مريض به تقريبا شي 17 عام دابا، قال لي لا ما بقيتش عند اطباء، راه اطباء باش ما عمرو اكتشفوا القولون العصبي شنو هو، ما كيعرفوش هذا المرض هذا اصلا. المرض هذا راه ما غاديش يعرفو الطبيب، غيقول لك اعصاب، غيقول لك مصران، يقول لك هذا، يخرج لك الدواء، غيبقى غادي معاك هكاك وما غتلقى حتى شي علاج. احسن حاجه هي تشوف الاعشاب ولا تشوف تتبع مع الرقيه تكون مزيان. داكشي اللي درت فاش لقيت هذاك السيد اللي قلت لك من فاس كيحكي على هاد المشاكل هادي، دارت مع هذاك صاحبي قلت ليه اشنو، قال لي راه مزيان، لكن
اعشاب راه هما كلشي. صافي اتجهت للمركز، خديت هذيك الجرعه جاب الله الحمد لله، ارتاحنا بعدا واحد 80% ولا، اللهم لك الحمد. واش اللي كاين اش غادي نقول لك؟ راه اللي مريض بعض المرض هذا هو اللي غادي يحس بيه، ما غاديش يحس بيه شي واحد اخر. واخا غادي تقول لي هذا المرض هذا اعصاب اعصابي كيجي بيه الله غير بحال كتضحي، كيشوفك غادي على رجليك خدام ولا شي حاجه كيقول لك هذا راه بصحته راه كيكذب. ولكن اللي مريض هو اللي كيحس بيه، ما عمره ما يحس بيه شي واحد الا ما كانش مريض نص المرض. وكنشكر الدكتور هاشمي لانه يعني هو كما نقولوا الطبيب البديل ديال الاعشاب، الله يجازيه بخير. وبالنسبه للجرعه كيف كنت نستعملها، راه كي وحده ومكتوب فيها كيفاش كتستعمل، فهمتي؟ بحال هادي كنت كنشربها على الريق الصباح كري، وهادي نفس المشكل كتشرب من جوج مرات في النهار الصباح ولا العشيه. وهذه ديال المعده كتشربها جوج مرات في النهار عاوتاني نفس المشكل، وهذا كتشربو ثلاثة المرات قبل. وهذا الزيت كدعم به الجسم ديالك كامل في الليل وفي الصباح. وهذا ديال القولون العصبي كتشربو ثلاثة المرات مورا الماكلة. وهذه العسل، العسل ثلاثة المرات تا هي واحد ربع ساعة مور الماكلة، ثلاثة المرات تا هي. وهذا الزيت كدعم به جوج مرات في النهار في الصباح وفي العشية في الليل مع الرقية. وهذه الرقية كلام الله، يعني ما كنتش نعس، ما كنتش كنعس صراحة نعس، ما عمرني ما حسيت بالراحة حتى وليت كندير هاد الرقية هادي. يعني بنادم انسان كان كيجي نعاس كيبقى الوسواس في راسك، كتقوى الاعصاب، كتبقى تفكر المرض ديالك، كيأثر لك حتى على النفسية ديالك وكيأثر لك على الحياة ديالك بزاف. يعني ملي كدير هاد الزيت هذا وكدير هاد الرقية كتنعس، ما كتحسش براسك حتى الصباح، كتصبح مزيان وين كتمشي للخدمة ديالك حتى انت كيما العادة، وكتخدم كتمارس الحياة ديالك. ولينا تنلعبو كورة نيت، يعني كنا كنترينيو بزاف، يعني ما بقاش كيجري ما بقاش كيتريني، هذاك كتولي بحالي معقد. بعض المرض هذا كتولي بحالي معقد، يعني ما كتبغيش تجمع حتى مع واحد، كتبغي تمشي بوحدك. واصلا واخا كتريح في القهوة ولا شي حاجة كتريح واحد ربع ساعة 10 دقائق، تقدر القهوة ديالك ما تشربهاش كاع وتخلصها وتمشي بحالاتك. يعني عقلك صافي ما بقاش محمل هذيك البلاصة، خصك تبدل. أكثر هي خصك غير الدور، ما عمرك ما كيما نقولوا ما كايناش الراحة النفسية ديالك، ما كتاخذش راحتك. والحمد لله ملي خديت هاد الجرعة الأولى زعما الصراحة والله بزاف ديال الحوايج تغيروا فيا ملي كنت مريض الأول. يعني مدة تقريبا 5 سنين وأنا مريض بهذاك المرض ما لقيتليش العلاج، يعني ما خليت ما درت، ما هما أطباء، ما هما واحد كيقول لك كوي عليه، واحد كيقول لك دلك عليه، واحد كيقول لك خاصك تستعمل اش مدير، كل واحد هما كيعطي قوة الري كيتلف حتى الري ديالك كيتلف، كتعرف فين تمشي. والحمد لله الصراحه الله يجازيه بخير الدكتور العشيمي، دار فينا واحد الخير كبير. وكنتمنى اي واحد زعما تيين اللي في الاعصاب ولا جميع المرض اللي كيحس بها يتجه للمركز راه يكون ان شاء الله خير.